خاطرة خالد وخالدي تأخرت اليوم لأن يا ضيف من بريطانيا من أصل باكستاني سيد سردار علي القادري ومحب للوالد والتقى بالسيد في مسيرته في دولة الكويت والعالم باكستان وأيام الله يرحمه رئيس باكستان ضياء الحق. دنيا تدور فينا وفيكم اليوم خاطرتي سبحان الله من أفكر من الصبح بالسلحفاة أقول إن إحنا سبحان الله المسلمين أحوالنا مثل السلحفاة. هي ذكر عدرتنا عن السلحفاة برمائية سيد الدريسي لأنها تعيش بالبر وتفقس وبعدين يكبرون عيالها فروخة ويدش البحر. فإحنا المسلمين الحين وضعنا مثل السلحفاة بطيئين. السلحفاة تدرون كم متعمر؟ ذكر درسنا مع دماء الشرعي والمدارس الكويتية 100 سنة عمرها كبير وما عندها أسنان تاكل يعني كذي عندها فكين قويين سبحان الله. بس هو اللي ذكر أنا الوالد بين عبد الله كان عنده شيء عليه اول سالته عن السلحفاه قال يا ابني هي السلحفاه تعطينا الحياه يقول هي بالبر بطيئه لكن بالبحر سريعه. فاحنا ان شاء الله يا رب ان احنا الحين اليوم 2 ربيع الاول الاخر 1445 الثلاثاء الموافق 17/10/2023 صار على الحرب اللي قامت على غزه يعني تقريبا صار عليها اسبوع مو؟ اسبوع ايه. فان شاء الله الله ينصرهم وايدهم وكل دول العالم يعني اللي وقفوا مع الحق الفلسطيني سواء مسلمين من المسيحيين يهود صبا بوذا لان هذا وطنهم وتحرير القدس والصلاه فيه. فاحنا ان شاء الله نتعلم السلحفاه احنا ما نطنز عليها نقول انها هي كسوله لا نقول انها هي نشيطه واحنا نبي نصير ان شاء الله يا رب مثل السلحفات. العراقيين يسمونها رقة الله يرحمه يدي محسين الحمداني تقول طاسة بطن طاسة وبالبحر ركاسة. سندي خالد قالت لي تلاشوش تقول لي الرقة يسمونها. فهي إن شاء الله نتعلم منها النشاط في البحر وإن شاء الله يا رب يكون جهادنا في سبيل الله سماوي وأرضي وبحري وبري وسلحفاتي. مع السلامة أغاتي.